لونك خديجة. خديجة. لحظة. اوكي. سلامتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. طمنيني عنك. الحمد لله بخير. تعطيني؟ لا. ليش؟ شنو الحسناء والوحش؟ أقول لك اسمع. اسمع. تفضلي. شوف طبعا ماكو. أنت عرفت يا باب الطبي الجهنم. أي باب؟ الباب السابع. اللي هو تبع شنو؟ هذا الباب. هذا الباب اسمه الهاوي. وتدري ليش اسمه هذا الاسم؟ ليش؟ لأن اللي طبي بعد ما يطلع. مهما فعل. مهما فعل. يمه يمه. أي والله. وخصوصا المرتدين مثلك ها. أوكي. والله والله يا معود والله أني أشوف على مود حتى يعني اسمك محمد. المشكلة أنه اسمك محمد. اللهم صلي على محمد وعلى آل سيدنا. شكرا وصلني صلاتك. يعني شنو تأدب مع النبي. شوف الله يخليك ترى أنت ما يصير هيك تسويها. وهذا كلش حرام. والله كلش حرام. وأنت كلش خطية. اسمع أنت قبل ما يجي اليوم واللي تموت. هل بتدعي لي بصلاتك يا خديجة؟ ها؟ بالله عليك بتدعي لي بصلاتك؟ والله أدعي لك. تدري ليش؟ لأن أنت قلت أنت معوق. يعني هسه أنت ما قاعد يعني مثلا تدعين تقولين يا رب ادخل الإيمان إلى قلب محمد صالح. إي والله يعني أشوفك مخبر. لو بتقول إي نو بتقول إنك بتفكرين بي بالصلاة. شكرا. لا لا أنت بيك جني وهذا الجني قاعد يجيني. إي والله نفس الجني عندك؟ لا والله الحمد يمكن حتى الجني مالتنا حبيبتي خديجة. حتى الجني ماتي وماتك يعني صاروا يقتربون شوية من بعض. أنا ما عندي جني لأن أنا أصلي وأقرأ آية الكرسي. وأنا يا أمي أنا كل يوم بقرأ قرآن والله العظيم. شنو الفايدة تقرأ قرآن وقاعد تحكي على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله؟ شلون يصير يعني شنو هذا التناقض؟ إيش أسوي؟ شنو شو تسوي بابا؟ لعد وين فرعون؟ شو ما كل يوم؟ مين فرعون؟ مين فرعون؟ هذا كان هناك فوق. تقصدين اخونا محمد عبد الحميد؟ هم اسمه محمد لا اله الا الله. إيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. كل هذول مرتدين. لا اعوذ بالله. شنو ما يجوز تكفر الناس يا 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 خديجه. اي شنو انت قاعد يعني وانت كمسلمين ما يجوز انك تكفر الناس. تعال اقول لك انت خبرت العالم. ليش؟ لأن أنت الواحد يجي يسألك ليش تكفر تقول أنا ما كفر. تقول أنت يعني أنت ما كفر ما أحب التكفير. شنو أنا تكفيري مثلا؟ أنت قاعد تقشمر علينا ها؟ لا والله ما بقشمر بحياتي ما بكفر حدا. لعد ليش تحكي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو جاي بالحكي لنفسه يا خديجة مو قلنا لك. أنت هيك تكون ملحد. لا لا مو ملحد أعوذ بالله أنا مسلم. مسلم؟ بس بالاسم. لا اسمي محمد وانني مسلم واقول عن نفسي مسلم واؤمن بالله وبالرسول وبالقران وكل هاي السوالف. لا حول ولا قوه الا بالله. انا شوف. انا اشوف انه انت الحمد لله صار شويه هاديه واشوف لا هاديه حتى لولو ما تصحى. لا هاي لو يمكن الجني ماتي اللي لا لا لا, لا هاي لو بالنهار بالنهار تحكي وياي راح اشوف بسائل خاطر الجيران ولا خاطر لولو. اي والله الله يكثر خير الليل يعني يعني مو عبالك على مود شي. شوف اسمع هاي الايه البارحه وصيتك انك تسلمين على بنتك الصغيره. سلمتي عليها؟ لا خطيه صغيرونه. ايش اقول لها؟ اي قولي لها هذا من عم محمد بوسه على عيونك حبيبتي. ما اي اسمع طبعا بجهنم هناك يعني كلها
كلنا نكون جواعة، بس أنا ما أكون جوعانة، بس أنت. لأن تدري ليش؟ لأن أنا أؤمن بالله. أي، وانا من وأنت اؤمن بالله، حتكون انا جوعان انا راح وأكو اكون بالله شجرة ان شاء اسمها. الله. هل لو انا وانت دخلنا الجنه ممكن نلتقي لا يا بس خديجه؟ إذا أنت تؤمن بالله، أي حروح أكو حتى أكو سوق بالجنة. ممكن تعرف نلتقي انا هذا وانت الشيء أكو. بالسوق؟ ممكن اعزمك مثلا إذا على شفت قهوه وعلى كابتشينو في اي مقهى في بالسوق؟ ما يصير، لأن ما يصير هيك استهزاء، لأن مو استهزاء بالجنة. والله، ترى لا اتكلم جد انا. لا 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 لا، أنت هسه هيك تحكي، وبعدين تقوم تقلب، لأن ما يصير هذا حرام. خلي أقرأ لك هاي الآية أول شيء وبعدين يلا يا أقول رب لك. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام المنو، ها؟ طعام طعام المنو؟ خديجة. لا، طعام الأثيم أبو كرش مثلك، كالمهل يغلي في البطون. هذا بطنك أبو كرش. اوبا، كغلي الحميم، كغلي الحميم، اسمع 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 شنو هذا اسمع، كغلي الحميم؟ يعني يغلي يعني اثنين ببطنك. لما بيكونوا يعملوا علاقة خذ حميمية يغلوا مع بعض، هاي يحضنوا بعض ثم صبوا ويكونوا، فوق بيكون رأسي، هكذا؟ ثم صبوا فوق رأسي رأسك. يا أني قررت أغير اسمك، أسميك زعبول، لأن محمد ما يلوك لك زعبول. لا لا ثم صبوا غلط، ثم صبوا ثم متنمرة انت، صبوا انا بحسش ثم متنمرة. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب، اسمع، الحميم. يعني فد عذاب راح أشوفه بجهنم عمرك احس ما انك شفته. والله تتمنين اني اتعذب. والله راح يكشوك شوي من هذا الزين، وما تلحق ولا أصلا أنت حتى أكل، حتى شجرة الزقوم ما تلحق عليها. يما أي والله، بشو ليش شوف، احس انك حاقده علي يا خديجه؟ لأن أني حاقدة على كل واحد ما يكون مؤدب مع الله ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا، هذه السالفه مثلا بيني وبين النبي محمد وبيني وبين الله، انت ايش دخلك بيناتنا؟ احنا ما الزلم يصير ونتفق ويا بعض، ايش احنا دخل؟ هذا. ايش دخل شوف شوف الاخوان بي بالزلم؟ شوف شوف، أني غيرتي ما تقبل، أني مرة شنو غير دي؟ يعني غيرت هم احنا اصدقاء نتكلم على بعض عادي، ها؟ لا ما يصير قدامي تحكون هيك أشياء، أني غيرتي ما تقبل. شنو هاي غيرتك ما تقبل؟ شو اعرف؟ ما شوي راح تقبل تقولين انا اسمي عبد غيرتي الجبار. شنو؟ شوي راح تقولي لي اسمك عبد الجبار، شنو هاي غيرتي ما تقبل؟ والله أني عبد الجبار، عبد الستار، أني المهم غيرتي ما تقبل أحد يحكي على النبي صلى الله عليه طيب وسلم. انا ايش قلت عن النبي محمد مو موجود به؟ ما يصير، كن انا مؤدب، ما قولي لي يصير، انا ايش قلت ما غلط عليه؟ يصير، ما يصير، هذا أشرف الخلق. انا قولي لي شو قلت انا عليه ما غلط كلامي. ماكو داعي للنقاش، ماكو داعي للنقاش، لأن هذا اللايف مالتك الفاتحة، ها؟ ترى هذا اللايف كله أنت هذا تاخذ عليه آثام، والله بنار أنا جهنم بواري أسألك يا حتاخذ عليه. خديجة، بدل ما تجيني والله وتتنمرين علي، أقول الكلام اللي أنا قلته، إيش هو الغلط فيه؟ شنو ايش اللي غلط؟ انت قاعد، استغفر الله، تقلل من قدر النبي صلى الله عليه مثل وسلم. شنو؟ ليش؟ شو قلت أنا مثلا؟ ذاكرين. لحظة، هاي جارتي هاجر فتحت الشباك، اخاف ازعجتها. لحظة، سلمي عليها يا أمينة. هاجر جاد من بني ناس ويدمه. باردون باردون جان، هادي شنو هاي اللغة العجيبة؟ هذا كوري ولا شنو هاي؟ لا هذا تركي. شوف حباب، خلي أقف له، لازم ألقى مكان، لأن ما يصير. أني النبي صلى الله عليه وسلم وصى على السابع جار، صحيح. وحكى شو قدام اسم الصحة. جارتك يا خديجة؟ لا ليش أبوي جارتي؟ شو اسمها؟ هاجر، اسمها هاجر. تركية. أجل، الله يحفظها يا رب. آمين. يلا هسه شوية وأشوف ألقى مكان زين. طيب انت حاولي تلاقين مكان، واول ما تشوفين انه ما حدا بيشوفك تعالي ادخلي عندي، اوكي؟ إن شاء الله ما أريد أزعج أحد أني. طيب، حبيبة خديجة، اهلا وسهلا بك حبيبتي. أهلا بك يا هلا.